يعني موقف غريب جدا، طبعا. والنهارده مش عارف هنتفرج عشان ايه. شوف، هو خلينا نقول ان الفروق الفنيه بين المنتخبين اكيد بتصب لصالح الكاميرون، ولكن كنا نفسنا نتفرج على مغامره جزر القمر في اول النهارده مشاركه ممكن ليها. نشوف رقم عجيب في النتيجه، ممكن نشوف رقم اول مره يحدث في دور 16 في بطولات افريقيا. اعتقد مش هتوصل للمرحله ديت، لان حتى الفكره بتاعت ان انا بس مش حارس مرمى هعتمد الواقف. على ان انا اشوط من بره او بشوط من بعيد، اعتقد النقطه ديت الجهاز الفني لجزر القمر، وبالمناسبه اعتقد كمان المدير الفني ايجابي كورونا، فهيبقى بيدير المباراه من بره، وجهاز المعاون هو اللي هيبقى موجود على الدكه. اكيد هيعتمدوا على ان يبقى فيه بريس ايوه ضغط بس طولي شويه هو عشان ما يشوتوش من بره. سنس الحارس يختلف هو عن الحارس اللاعب مش مجرد بيقف بيتخيل الكره جايه فين او رد فعل، اكيد ممارسه كبيره جدا. طبعا سنس بتاع اللاعب، اي كورنر، اي كورنر جون. يعني هو اي صحيح. كورنر الحارس لو مش مركز ومش مش يقظ، رد فعله عامل ازاي، مهارته عامله ازاي، الجامب بتاعه اتفق مسكته معاك. للكره، سنس اصلا مسكته للكره مختلف، فده هيبقى كارثه كبيره جدا. ده لو حد بصاله الكره في مكان بعيد عنه مش عارف يتعامل معاها، هي الأزمة، وقفته وبصيت حاجات كتير اختلاف جدا كتير، جدا. اختلاف 100%، اللاعب غير حارس المرمى بكل تأكيد. بس عشان كده بقول لك هيعتقد ان هم هيعتمدوا على جزئين، الجزء الاول ان انا اطول الكرة اطول وقت ممكن معايا، واستحواذ ان انا عشان ما ساهمش او ان ما ما تتخطفش تديهمش مني الكرة الكرة يشوطوا أوي. بالظبط، يشوطوا من بره. والنقطة التانية ان الله انا يكون في ابقى عونهم بصراحة، بدافع من ابعد نقطة، الله يعني يكون مش في عايز عونهم. ادافع من على المنطقة، لا ده انا بدافع من نص هو الملعب اللاعب ممكن عشان ينسى أصلا ابعدهم. ويتقدم ويطلع يباص عادي. لا يعني لا مش هتبقى للدرجة اللاعب دي، لما بيغير مش هتبقى مركزه في للدرجة دي، الملعب ما بيكونش ما كويس. بيأديش بالشكل يعني فما بالك بمركز حساس زي مركز احس حراسة انه واقف المرمى. في الكره الارضيه الجول بالنسبه له يكون كبير طبعا جدا. طبعا مختلف يعني تماما. هنشوف النهارده وهنشاهد لقاء اتمنى ما يكونش يعني سقطه في طبعا بطوله افريقيا السنه دي، ولكنه انا اتوقع هنشوف نتيجه خزعبليه. هو اتوقع لحد اتنين هنشوف او ثلاثة مقبولة، اتنين، انما لا اكتر اتنين من تلاته كده ايه، لا يا فندم، لا لا ان شاء الله مش هتزيد على لا كده، اتنين لان تلاته هتبقى مشكلة في القارة كلها، وان ده هيتاخد في وسائل الاعلام اللي هيتقصد بره، اول اتنين تلاته في هيتقال 90 دقيقه ولا في اول 5 دقائق؟ لا ان شاء الله في 90 دقيقة الحكم النهارده ممكن يحسب 5 دقائق تضيع عشان احتفالات الاهداف، عشان مش الأهداف فقط مش بس. اكتر.